قطتنا الحلوة بطوطة تسبح في البركة مبسوطة، تبحث عن خبز تأكله وتحب الباء المنقوطة. قطتنا بيضاء ذكية وتجيد اللغة العربية، عن حرف الباء سألناها قالت للحرف أهمية. أصوات للباء قصيرة، بشرى وبلال وبهيرة. أصوات للباء طويلة، باب وحبوب وقبيلة. بطتنا الحلوة بطوطة تسبح في البركة مبسوطة، تبحث عن خبز تأكله وتحب الباء المنقوطة. بطتنا الحلوة بطوطة تسبح في البركة مبسوطة، تبحث عن خبز تأكله وتحب الباء المنقوطة. بطتنا بيضاء